خليكي محترمة حالك، وكل أمور عيلتي ومشاكلها يا ريت لا تتدخلي فيها. من قبل كان الوضع مختلف، بس هلأ ريتي صارت كنتي، لا تنسي، مرته لحفيدي، واللي بيفكر يجرح مشاعرها بكلمة تأكدي ما حأسكت له أبداً. بعتذر منك، سامحيني. إيه؟ أنا ما قصدت إزعجك، بس الصراحة أنا حكيت الصدق، يعني مو من عندي. إذا ما حبيتي الحكي اللي قلته بوعدك ما قلك يا. وهلأ اسمحيلي رح حضر المرهم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.